ما يمكن يطلع المهدي إلا وهذا الصلح لابد أن يقع، لابد أن يقع صلح عام بيننا وبين اليهود وبين النصارى، يعني راح نجتمع حنا واليهود والنصارى لمقاتلة عدو مشترك. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تصطلحون أنتم والروم. قالوا اليهود، قال نعم اليهود والنصارى صلحا عاما، ثم تقاتلون. سبب الصلح إيش؟ في عدو مشترك، عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فتقاتلون عدوا لكم وعدوا لكم، لهم ولكم، يقولون على أن العدو المشترك ما هو إلا الرافضة، ما فيه